أقوى ب68,000 مرة من المجال المغناطيسي للأرض. الصين تستخدم البرق لإسقاط الطائرات والأقمار الصناعية. في تطور عالمي دفاعي لافت نقله موقع الدفاع هنا التركي، استطاعت مجموعة من الباحثين الصينيين من ابتكار أول باعث عالي الطاقة للموجات الدقيقة مايكرويف، يعتمد على محرك ستيرلينج ويمكن استخدامه كسلاح مضاد للطائرات من دون طيار. ووفقا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست الصينية، إن الباعث الصيني عالي الطاقة ينتج مجالا مغناطيسيا قوته 4 تسلا، وهو أقل بقليل من نصف قوة المجال المغناطيسي لمصادم الهادرونات الكبير، وأقوى ب68,000 مرة من المجال المغناطيسي للأرض. أي يمكن استخدام هذا الجهاز للتشويش على الطائرات المسيرة والطائرات العسكرية، بل وحتى الأقمار الصناعية. وتشير الصحيفة إلى أن العلماء تمكنوا باستخدام 4 محركات ستيرلينج مدمجة وشريط مبتكر فائق التوصيل لتبريد مكونات المنتج، من تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 80% مقارنة بالتقنيات التقليدية، وكذلك الحفاظ على التشغيل المستمر للجهاز لمدة 4 ساعات. ويذكر أن محرك ستيرلينج هو نوع من محركات الاحتراق الخارجي، ومبدأ عمله مبني على التسخين والتبريد الدوري للجزء العامل والحصول على طاقة الناتجة عن تغير الضغط. سمي المحرك بهذا الاسم نسبة للإسكتلندي روبرت ستيرلينج، الذي ابتكر نموذجا ديناميكيا حراريا لهذه المحركات.